في عمر الزهور تعاني عائشة عباس ابنة وادي الماء بباتنا من مرض الثلاسيميا، والذي يعنى بفقر الدم الوراثي التحللي الذي أنهك جسدها الصغير. منذ 2018 وعائشة تعاني في صمت مع حالتها المرضية، وبدأت أعراضها تظهر يوميا مما أعاق مشوارها الدراسي. فحالتها لم تعد سلبا فقط عليها بل حتى على عائلتها. من 8 شهور هي بدأت تعاني، اكتشفوا بلي الثلاسيميا في 16 شهر بدينا نزيدوا لها الدم. ديما مريضة، ديما الماكلة حبسوها عليها، تما عندها ريجيم ما تاكل شي حوايج، ما تشتيش تروح للطبيب، ما تما بزاف حوايج تبدلوا على بنتي، ما كانت هكا ورجعت من كل مرة تبدل عليها حوايج. قبل واش هي الأعراض اللي راكي تشوفي فيهم تبدلوا في بنتك؟ بدال الوجه تاعها يتبدل، سنيها هو عنده أثار جانبية، عنده بزاف أثار جانبية، الفكي تبدل، ما يخرج الفك تاعها، وجهها، العضلة تاع وجهها، هاي بدات أصلا أعراض هذوهم بداو يبانو في وجهها. لازم زراعة النخاع العظمي، في بلادنا ما كانش، هو الحل الوحيد، لا دواء لا والو. زراعة النخاع العظمي هو أخوها المتبرع، هو أخوها جا 100% متطابق، 100% العملية تاعها ناجحة 100%. تما هو باباها واختها ما خرجناش، غير هي مع اخوها، احنا التطابق تاعنا 50% هذا مكان. دروك ينحيو النخاع العظمي منها ويديروا من خوها ويديروا لها ليها. راسل والد البرعمة عائشة العديد من مستشفيات الوطن وخارجه، لكن دون جدوى، فيما تلقوا استجابة من مستشفى بفرنسا، لكن قدر مبلغ العملية ب6 ملايير سنتيم، هذا المبلغ الذي عجز عن توفيره والداها. واتصلنا بعدة مستشفيات خارج الوطن ورجعوا لنا فاتورة، جاتنا غالية 6 ملايير، غالية يعني، هذه تما ما قدرنا لهاش، بنتي خلاص ما قدروش اكثر من هكا. عاد ما شتيش تروح للسبيطار، خلاص شتي نهار من نوض الصباح، ما شتي مع هذاك النهار كابوس الصباح كي نوصل لي حتى الاطباء تهضر معاهم ما تهضرش، يعيو يهضروها كيما درك ما بغاش تهضر. هاد حالة نفسية عندها، شتي احنا من المنبر هذا يعني نجد السلطات وخاصة رئيس الجمهورية يشوفوا المرضى هذا، وراه الجزائر راهي تعد على الأصابع المرضى هذا، ما كانش كيما باتنا هنا كاين 14 حالة تماك. احنا ماذا بينا المجتمع المدني يقفوا معنا، وخاصة الناس السلطات المعنية، رئيس الجمهورية ووزارة الصحة ثاني، وزير الصحة ثاني، ماذا بينا يديروا لنا حل؟ هذا راه مرض راهي تعد على الأصابع. الوالي تاعنا والوالي وخاصة الوالي تاعنا راهم يقولوا فيه خير إن شاء الله. ماذا بينا نشوف لنا أولا قبل المجتمع نجدوا السلطات، وراهي السلطات تاعنا على عيني، خليونا نتمرمدوا هكا، أو مش بزاف المرض، مرض نادر صح، مرض نادر بصح يديروا لنا حل. كاين هنا حل في الكاك يعني، علاه يخليونا حنا نعانيو هكا ونجريو منه من روحنا. 6 ملايير هذو اللي نديهم انا للخارج، علاه ما يجيبوهم لاش دواء هنا حنا اللي وعاجبوش تعالج بنتي؟ كاين امهات واباء بزاف هم يعني. جو بروفيت بيان بور لونسي ان ابل من هنا من عندكم المنبر هذا لي زابيتون تاع واد الماء كامل ان شاء الله، pour faire une vraie solidarité pour عائشة ان شاء الله، وان شاء الله يكون الميساج تاعنا اليوم الحق. ماذا بيا بيان كنا كامل ديال اليد في اليد، ولاد واد الماء قادرين كون نديرو يدينا في يدين بعضانا
سي بون خلاص نقدروا حنا كبلدية واد الماء نقدروا نصوفيوها ونلقاو لها سوليسيون. نتمنى يعني من المجتمع المدني لواد الماء وحنا نعرفوه باللي كريم ونعرفوه باللي دائما يوقف على ولادته، نتمنى انهم يعاونوا هذه العائله بلا ما يعني انا اي غنيه على التعريف، هم زواوله يشوفوا ربي ومام طون الطفلة هذه راهي بنتنا وهما ما طلبوش باش تعيشوهم، طلبوا باش تعاونوا بنتهم لانه الفاتوره راهي جاتهم غاليه 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 بزاف. 6 ملاير مش شيفر صغير او شيفر كبير. حنا نتمنى هذا المساعده يعني كان يبدا بها الوالي، والي ولايه باتنا يشوف ليهم بعين يعني الرحمه. أمل عائشة وعائلتها في عودة البسمة على وجهها البريء بمساعدة أهل البر والإحسان لإجراء العملية في أقرب الآجال.